خلال محطتنا هذه مشاهدينا مع السينما السودانية سنعود وإياكم إلى تاريخ هذه السينما، حيث نجد أنه خلال قرابة 60 عاما هناك تاريخ للأفلام السودانية الروائية الطويلة، حيث تحققت الأفلام أعزائي لن يعود خالد إلى قريته ليستقر فيها، ولن يستمع لكل النصائح التي دعته للاهتمام بالأرض والعمل بالزراعة. لعله سوف يبقى راكضا وراء أحلامه خارج حدود القرية، سيذهب من بلد لآخر مطاردا أحلامه التي لا تنتهي. فهل سينجح؟ الجواب على هذا السؤال سنتابعه وإياكم من خلال هذه المشاهد المختارة من فيلمنا لهذه السهرة، الفيلم السوداني التراب غرباء، وسنلتقي بعد مشاهدته مع مخرجه السوداني مصطفى إبراهيم، وأيضا سيكون اللقاء بحضور المنتج والمخرج السوداني تاج السر جارون. فدعونا نتمنى لكم متابعة طيبة وأهلا بكم من جديد. اهلا، الحمد لله الحمد لله، كيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، ألف مبروك يا ابن الشهادة. الله يخليك. والله أول ما سمعنا الخبر فرحنا، البلد كلها فرحت. الليلة المساء إن شاء الله نحن ناويين نطبح عليك الكرامة. الله يخليك يا عمي، الله يبارك. والله مبروك الشهادة يا ولدي. الله يخليك. لكن شنو؟ مش هي الشهادة الدائرة؟ أيوة، لكن كنت عايز أحضر لسه للماجستير والدكتوراه وأبقى أستاذ في الجامعة. ما مش ده ياهو ذاته اللي انت دايره؟ لا ما ياهو يا عمي. لسه انا بس الحظ ما ساعدني والظروف ما ساعدت يعني. لا خلاص يا ابني، ما تزعل نفسك، كله بامر الله ولا يهمك، كله ان شاء الله يعني تحقق وتسوي. ما قلت لي ابوك كيف؟ والله كويس يا عمي، بسلم عليكم. امبارح كنت معاه في الريال المصري وبرسل لك جواب معي في الشنطه. بارك الله فيك. ابوك ما بيسمع الكلام يعني، بدل ما مقضي عمره كله في السفر بالبواخر كان يجي هنا يزرع ارض ابواته واجداده. الوطن دي كلها شايفه، ده كله دارتكم. لكن البركه فيك انت، ان شاء الله انت تزرعها وتعمرها باذن الله بعد ما اخذت الشهاده بالزراعه، ثاني ما في عوج.
ان شاء الله ان شاء الله بكل نتكلم بعدين في الكلام ده يعني. اي نتكلم بعدين في الموضوع. طيب ماشي الله يفتح عليك. ما تنسى تغشى حوش عباس يشيل معه الفاتحه في حبوبه السريره. أيوة. وبالمره كمان حمد يعني سعيده والدته قالوا عيانه. لا نور خلاص. عليهم برضه سلم. خلاص ان شاء الله ان شاء الله يعني. يلا دعتك الله. الله يبارك فيك. الله يكفي بشينا. هو انا اعترفت لك مش عارف كنت كاتمه الزمن ده كله لغايه ما جربت انفجر. كرة علي. اها دي دورك انت كمان. يلا. انا زيك. ما بينفع. قوليها عديل زي ما انا قلتها لك. عايز اسمع منك. بس ما بقدر اقول زيك ويمكن ازيد شويه. امك جوا في الاوضه يا ولدي. لأشرس الدرب
لعشر ست الرات ست العواد النام لعشر ست الرات ست العواد النام لعشر ست الرات ست العواد النام لعشر ست جاتك رسالة دي في السودان، وناس السودان بعتوها في الجمعية، وناس الجمعية قالوا يدور على خالد ولا يدور عليه. معقول؟ فرنسا؟ أختك. قبلوا طلبي في جامعة في فرنسا يا سور كابتن، المفروض خلال أسبوع التحق بمعهد تاع اللغة في حتة اسمها فيشي فيشي. طيب أنت منتظر شنو؟ طيب أنا أعمل شنو هسي؟ ما أعرف. تمشي حس تشوف واحد من الشغالين معاك يغطي لك، ونمشي عند الكفيل هديك التنازل. يا الله بعد ما الكفيل وافق لك على التنازل مشكور، كان ما عندك مشكله يا خالد. والله يا اخي كنت خير الحمد لله. والله الراجل ما قصر، وكان يجي يبارك لك بنفسه، لكن جات وعكه صحيه ما قدر يصلح. ربنا يديه صحه ان شاء الله. اهم من هنا فرنسا طوالي ولا انك ماشي للبلد؟ والله يا حاكم كنت عايز امشي لكن ما في طريقه. الدراسه في معهد فيشي للغات في مدينه كافي الامدي بدات لها اسبوع، وكافي الامدي بعيده جدا من باريس، فحصل الخرطوم خلص اجراءاتي وقمت طوالي. الله يخليك. الله يبارك فيك. كمان يا زينب انا كنت عايز اجي البلد واشوفك، اشوف عم محمد صالح، عمتي هلا، وناس البلد كلهم، لكن زماني ضيق شديد، والدراسه هناك بدت من قبل اسبوع في معهد فيشي للغات، والمدينه بعيده من باريس.
من البوابة رقم 13. أسرع يا ولدي، هتسافر بدون ما تنزل البلد تسلم على أمك وأهلك. والله يا أبوي كنت عايز أعمل كده، لكن زماني ضايق شديد، فضل لي يومين بس لتسليم أحد اللغات. فعلا وقتك ضايق، لكن أمك منتظرك بفارق الصبر. والله أنا أبوي بيقول لي بين نارين، سافر حصل دراستي ولا مش هودي أمي. أقول لك يا ولدي، ألحق دراستي، والسنة الجاية إن شاء الله تجي تنزل البلد وتنزل تسلم عليها. وانت يا ابوي ما ناسي البحر ده وتمشي تقعد في البلد؟ والله يا ولدي شغل البحر ده جرف في دمي، والباخرة دي لقت حياتي. اليوم اللي اخي يا ابوي، لكن هناك البلد عارف الارض، وامك نفرين، واخوي محمد صالح، وهولا، واهل البلد كلهم. أمك الله يلزم الصبر. هاي يا ابوي، المسجل ده حق زينب بشر، والشنطه دي كلها حق دنيا، جواها في جواب وشريط لزينب بشر. بارك الله فيك يا ولدي، كدرنا نمشي على الاوضه. يلا. يا سلام يا عمده، جزاك الله خير. والله يا عمده القريشات اللي تبرعت بيها، يا سلام يا سلام. يومين ثلاثة والوابور يصل البلد. ما يهو الواجب يا محمد يا أخوي، وإن درت الزيادة أنا جاهز ومستعد. على اللي قال البابور إن جاء الناس ترتاح من الساق يومين خوتتك. خلوها ترتاح السواق دي، الزمن بقى زمن بوابير. يا جماعة يا جماعة، الساق يا ما حنين، ابكي معاه وتفرح معها وتسري على الواحد. إلا يا أم صالح يا أخوي، دحين سمعت بالسواق الفاروق والدريس. شين سوى الفاروق الكم مغترب في بلاد الإنجليز؟ ماله شين سوى؟ مو عاقد عليه بيد عمه عبد الله؟ لا، وسافر، والخبر الجانا قالوا عرسيناك. يا أخي الغايب عذره معاه. الولادات اللي بيمشوا بلاد الخواجات ديل انا في رايي هل اقنع منهم تب. مالو راجل محلات لي اربعه متكلي، لكن ود اخوي ما بسويها. لا حول ولا قوة إلا بالله. خالد بقى في تال العوض، عليه العوض. Oh!
السلام عليكم محمد صالح. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ مرحب. ما شاء الله ما شاء الله، شفت الخدار بالسورة القلب. الحمد لله ربنا يديم العافية. اللهم أمين. العوض ولدي يا حاج. ماله إن شاء الله خير؟ لا لا خيرين ثلاثة قول أربعة بس، حكم علي أصلك وأطلب منك يدبتك زي المجري. شو نقولك؟ ما ترد علي؟ الله يا عمدة، الكبير والصغير في البلد دي عارف زينب بنت محمد صالح خاطبة ود عمها خالد سابتي. اها ود عم هذا ما يا عمدة. أها. الكلام ده تاني ما تكرره معي من فضلك. لأني سافرت للمجهول، ما في شيء بعد لي الطمأنينة غير صوتك المسجل على شريط الكاسيت اللي حيوصلني منك بعد ما أرسل لك العنوان في فرنسا. كلماتك حتكون لي الذات اللي حستمد منه القوة والعزم والصمود. دعواتك لي إنه ربنا يوفقني. أرجيني في الميعاد ودي الصبر مدة، أرجيني في الميعاد ودي الصبر مدة، ده فراقنا ما يطول نتلاقى لابد. عرفاني ما بنسى لو طالت المدة، تشرق شمس لقياك مهما الدجى امتدى، زمن ظلم نوجات راجل يتعدى، باب الاسى المفتوح لابد ان سدى. طفق معاي معايا دوام الفكر ما عدى، بلقى لقاء في الاحلام لما الرجا تمدى. كل ما بنينا مال في الغربة انحدى، ده الاغتراب ممحوب لا جب ولا ودى. صح للظروف احكام يوم لين يوم حدة، مهما ظروفك ثابت على المبدا. لو عني يوم سألوا ليه طول المدة، ليش اني ساكن فاك لحليكي ما ردى. قولي لما الاشباك بناتنا ممتدة، يكفيني اني براي في قليب وفد وحدة، في قليب وفد وحدة، في قليب وفد وحدة، في قليب وفد وحدة، في قليب وفد وحدة. مالو؟ ظنيته مهموم. السلام. استاذ زين. لا في الحقيقه طبعا تعرف ان انا من زمان كاتب مشاعري جواي. ما اقدر اتكلم معك. لكن بعد ما حصل من خالد خليه يجي الوقت اللي اكون اقول لك فيه ان انا اقدر اطلب بيك على سنه الله. يا ابوي زينب المدرسه. انا خليت المدرسه يا ابوي،
مكاني معاك هنا تربال، اشيل الشيله واساندك يا ابوي.
انا اول ما شفته قايل للضابط الاداري وده شنو ده شنو يا ابني يا عبد الدايم امش بتخالك الفضل بسرعة جيب عراق وسروال ومركوب وطاقية هاي مرحبا يا المبروك جبتين امسك امسك يا ولدي ربنا يخلف عليك بالبركة أسأل لها الرحمة ربنا يدينا حسن الخاتمة زي ما أنت فريدني كانت مرمها سهلة عمي وين الفاتحة فاتحة
عمي انا رجعت وما بقدر اسافر تاني. زينب انا تعبت وما بحمل بلاك. لا بيدك لا بيدي ده الزمان اختار يا ديدي. نفترق والفرق حار ونرتبي بالإرادي. أصله قال البادي أصلا وانت جيت بي سمي بادي. كل ما تملك مشاعر لشريكة عمرك ادي. اتبع عشرة علي شريكتك وابقى انت معاها جادي. مهما طال بس الخيال العقل ياه البيهدي. ده الحبيب كان حب صحصح للحبيب بالروح يفتي. اللي ماضينا اللي يروح زي سحابة صيفي عدي. انا اعتزلت الريدة بعدك وفي الغرام حصلت حدي. واحتمالات عتليك في العقل طب واردي. الغرام حرمان علي من زمان طاره عقدي. من زمان تعرف عهدي. 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 ساقيتنا لازم الساقية اللازم
لازم ساقيتنا لازم الساقي لازم ساقيتنا لازم الساقي لازم ساقيتنا لازم تستمر يا والساقي لسه يدورها والساقي لسه يدورها الساقي لسه يدورها.